مرحبا صبايا واهلا وسهلا فيكم. اليوم تاني يوم رمضان، اليوم رح احضر بفتيك بطريقه كتير سهله وان شاء الله رح تعجبكم. عندي هون انا راس توم اكيد دقيته، وحضف له برشه حامضه تعطي طعم كتير طيب للبفتيك، وحضيف نص كوب حامض. وعندي هون زيت زيتون كمان حضيف نص كوب. هلا فيكم تحطوا زيت نباتي، زيت الزيتون بيعطيها طعم كتير طيب، كمان نص كوب. وحضيف كمان نص كوب خل، هاخلطهم كلهم مع بعضهم. هضيف ملح، انا حاطه للثوم ملح. هضيف لنص معلقه سبع بهارات، وقرفه شوي مش كتير، ورشه فلفل كمان. هنخلطهم كلهم، وهلا حضيف البفتيك وحاتركن تقريبا شي ساعتين منقوعين بهيدي الخلطه. هنحصل على بفتيك كتير كتير طري. سبب الطراوه هي اول شي الخلطه، وتاني شي انا بطبخها بالطنجره، بتعطيها عن جد طعم كتير طيبه وطريه كتير بتطلع. هلا احضروا مع الفيديو للاخر وشوفوا البفتيك كيف حتطلع. هنقعن كلهم انا. وانا هون معي بصله كبيره قطعتها جوانح وهضيف لها اياهم كمان، كمان البصله بتعطيها كثير طعمه طيبه. وهلا بعد ما انا نقعت البفتيك، معي هون كيلو بطاطا تقريبا قشرته وقطعته، بدي اسلقه، بدي اعمل حد البفتيك بطاطا بيري اليوم. ما رح اقلي بطاطا، رح اعمل حدا هيدي البطاطا بيري اذا الله رد، حاسلقها وحضرها. وهلا بعد ما سلقت البطاطا هضيف لها دغري، هي وسخنة، مع معلقة كبيرة زبدة ومعلقة كبيرة حليب. رشة فلفل. ورشة ملح. هاي هبن، كيفك هبن؟ دوبرينك. اليوم لينا بالجامعة وهبن عندي. كبرني ما اطيبها. هاي تيتا. اليوم عم بطبخ انا لحالي من غير الشر لينا، الا فقدي والله لينا معي بالمطبخ. وهلا بعد ما مديت البطاطا بالصينيه هضيف له على وجهها كعك مطحون، هغطيها كلها بالكعك، واكيد رح احط لها شويه سمنه على الوجه زبده، وبحطها بالفرن يعني قبل الاذان تقريبا بنص ساعه. وهلا بعد ما نقعت البفتيك ساعتين هلا حرطبهم بالطنجرة، حصفطهم. وهلا هضيف كمان البصل فوق البفتيك. هيدا البصل عن جد بيعطيها طعم كتير طيبة، هلا لأنه بالغالب يتكرمل البصل بيعطي كتير طعم طيبة للبفتيك، وحتى الزوم تاعولها كمان بيطلع كتير، يعني بيطلع السميك ما بيطلع كتير. هلا ححطها على نار، ححطها على نار اكيد على نار قوية، بس تغلي برجع بحطها على نار خفيف، وبتركها تقريبا بدها شي ساعة ونص. وبعد ما غليت صبايا البفتيك ما شاء الله عم تغلي، وتقريبا صارت يعني حتستوي، حطيتها انا على نار خفيفة، حخليها بعد تقريبا شي 10 دقايق وبقدمها. وهلا خلصت البفتيك، اشيلها وقدمها. بسم الله الرحمن الرحيم.
انصحكم عن جد تجربوها، من اطيب واطرى بفتيك بتاكلوها. هي هيدي الطريقه اللي بتنطبخ، البفتيك اللي بتنطبخ بالطنجره، اكيد كمان مع الخلطه اللي نقعتها فيها، كتير بتطلع طيبه وطريه. انا بتمنى تجربوها وتكتبوا لي بالكومنت رايكم. هون عندي شوربه عدس، حطيت كوبايه شوربه، كوب شوربه يعني، وفنجان قهوة رز، وحضف له حبة بطاطا وجزرة، وأكيد ححط غمرتها مي. شوربة العدس من أطيب الشوربات، إحنا كتير منحبها. هلأ حأتركها لتستوي كتير 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 منيح، وأكيد برجع أنا آخر شي بطحنها. وهلا بعد ما استوت العدس كتير منيح هاطحنه، هضيف له معلقه زبده، نص معلقه كمون، ومكعب ماشي. ملح، هاغليها شوي وهيك الشوربة بتكون جاهزة عندي. وهيدا افطارنا لليوم، بفتيك، بطاطا بيري، ورقاقات، اكيد الفتوش، والشوربة. اذا عجبكم الفيديو ما تنسون من اللايك والاشتراك.